حلقة جديدة من الشرق اليوم. أهلا بكم، يا رب تكونوا في خير وصحة وسعادة وأمن وأمان. طبعا متابعين من صلاحية ربنا اللي بيحصل في الجنيه المصري العملة المحلية، واللي مع الأسف راكبة المراجيح من صلاحية ربنا، وما زال الانهيار مستمر لأول مرة في التاريخ، أو زي ما سماه البعض انهيار تاريخي للعملة المحلية. 32 جنيه مقابل الدولار الواحد، 100 جنيه مقابل الدينار الكويتي الواحد. عارف ده معناته إيه؟ ده معناته إن اللي كان امبارح، اللي بات امبارح في جيبه 10 جنيه، النهارده الصبح بقوا 7 جنيه ونص. ده كمان بيخلينا نرجع تاني للموضوع اللي كلمت حضراتكم فيه قبل اسبوع، لما طلع البنك الاهلي وبنك مصر يكلم المواطنين عن شهادات ادخار بفايده سنويه تصل 25%. قلت لحضراتكم خلي بالكم دي نصبايا. دي نصبايا ليه؟ لان الساده البهوات في البلد، الساده البهوات في وزاره الماليه والبنوك، اداره البنوك المحليه الحكوميه، عارفين إن الجنيه خلال الفترة القادمة هيفقد جزء من قيمته، فيطلع يغري المواطن الغلابة طيبين يقول لهم هات فلوسك حطها عندي في البنك لمدة سنة بعائد 25%. بالورقة والقلم 25% قبل أسبوع، النهاردة وقتها كان الدولار ب 22 جنيه، النهاردة الدولار ب 32 جنيه، يعني الجنيه المصري فقد من قيمته حوالي 35% من أول امبارح لحد النهاردة. ده معناه إن فلوس حضرتك أو فلوس المواطن، فلوس الغلبان، فلوس الغلبانة اللي باعت حتة صيغة أو باء أو كانت عاملة جمعية ومحوشة ملمين وصدقت كلام الحكومة وكلام الدولة، راحت حطيتهم في شهادة الادخار عشان تكسب 25%، النهاردة بتخسر 35%. اطرح ال 25 من ال 35، يبقى النهارده بعد اسبوع واحد من الاعلان عن شهادات الادخار المواطن خسر في فلوسه 10%. دي جريمه. جريمه نصب، جريمه تضليل للراي العام، جريمه فساد. والمصيبه السوداء ان هذه الجريمه برعايه الدوله، وزاره الماليه، البنك المركزي، البنوك الحكوميه، برعاية الإعلام المصري تحت عين ومرأة النائب العام. ده بلاغ بقدمه دلوقتي للسيد النائب العام في البلد بالتحقيق في هذه الجريمة، جريمة التواطؤ والضحك وتضليل الرأي العام. الناس اللي طلعت فلوسها واتضحك عليها وقال لها هاتوا الفلوس عشان تكسبوا، النهاردة الناس دي بعد أسبوع واحد، 7 أيام من حطة فلوسهم في البنك، فلوس بتخسر 10%. اللي حط في البنك 10,000، النهاردة قيمة الفلوس اللي حطها 9,000. ده احنا لسه مكملين، لسه الدولار يبدو ان هو هيطلع. امبارح فقط بعد شوية كلام كده من صندوق النقد وشوية شروط وشوية ضغوطات على الحكومة المصرية، رفعوا ايديهم شوية النهاردة الصبح عن الجنيه، فالجنيه راح في 60 داهية. انا اسف، الجنيه بتاعنا متمرمغ في التراب من صباحية ربنا. الواحد كل ما يعمل ريفرش كده او يغير الصفحه يلاقي الدولار طالع في السماء. طب والغلابه هيعملوا ايه حكومه؟ ناس اللي بتثق في الحكومه هتعمل ايه؟ الناس اللي سمعت كلام البنوك هتعمل ايه؟ زياده اسعار الدولار النهارده 35% بالاضافه ل 50% السنه اللي فاتت، من اول يناير 2022 لحد يناير 2023 واحنا في اخره، 75% انخفاض في سعر الجنيه المصري. يعني اللي كان معاه 100,000 السنة اللي فاتت، النهاردة معاه 25,000، أو كان معاه قيمة 100,000، النهاردة معاه قيمة 25,000. ده هيأثر الأيام اللي جاية على كل حاجة في البلد. ليه؟ بنجيب المواد الخام من بره بالدولار، بنجيب الزيت من بره بالدولار، العلف بيجي من بره بالدولار، العربيات والمواد والأجهزة الإلكترونية والتليفونات، أنا آسف، حتى الأستك بتاع الملابس الداخلية بنجيبه من بره بالدولار. الفترة اللي جاية زيادة في سعر الدولار حوالي 35% النهاردة، يبقى زيادة بسم الله الرحمن الرحيم في أسعار السلع خلال الفترة القادمة مع الأسف 35%. فين الحكومة؟ فين الإنجازات؟ فين بكرة؟ فين التنمية المستدامة؟ فين الدولة الجديدة؟ فين المواطن في عيوننا؟ فين المواطن في قلوبنا؟ انتوا دوستوا على المواطن وعديتوا، عملتوا مشاريع وهمية شفناش منها الأبيض ولا أسود، عملتوا إنجازات المواطن لا حس ولا شاف إلا أنتوا في إعلامكم وكلام السادة المسؤولين بتوعكم إنجازات. المواطن النهاردة بيخبط دماغه في الحيطة، ناس ماشية تكلم نفسها، ناس حطت صوابعها في الشق. اللي امبارح كان بيقبض مرتب وربنا ستره بيقول أنا مستور، النهاردة بقى من الطبقة
الفقيرة والطبقة اللي متداسة ومعديين عليها. ربنا يستر على الأيام اللي جاية. نتمنى يكون في حل عند الحكومة. كانت الحكومة تمتلك حلول. نتمنى حد يطلع يعترف ان الحكومة فشلت، يقول احنا اسفين، يقول سامحونا، يقول خربنا بيوتكم، يقول لبسناكم في الحيطة، يقول ما كناش عارفين، او حتى حد يطلع يقول اندحك علينا. حكومة تطلع تقول لنا انها اندحك عليها. البنوك يطلع، البنك اللي ضحك على المواطن يرجع له فلوسه بأدب وبذوق وبوطنية وبتحمل للمسؤولية. لكن تاخد فلوس الناس وتحطها في جيبك وتقول لي مليارات اشتروا خلال اسبوع واحد فلوس او شهادات البنك الاهلي وبنك مصر، دي كده جريمه ما شفتش قبل كده، جريمه حكوميه للنصب على المواطن زي الجريمه اللي حصلت خلال الاسبوع اللي فات. نتمنى الايام دي تعدي على خير، لان المواطن الغلبان هو اللي هيروح في الرجلين مع الاسف.